كثير من الأطباء الآن في المملكة من الكفار، فهل يجوز للمسلم أن يشكره على عمله في العلاج بأن يقول له أو يدعو له، وكذلك في أي عمل يعمله الكافر المسلم؟ ما في بأس، من لا يشكر الناس لا يشكر الله، وأحسن إليك وقلت جزاك الله خير أو هداك الله أو بارك الله فيك لأجل العمل معك، هذا من شكره على عمل خاص بك، ومن أحسن ما تدعو له بالهداية هداك الله ووفقك للخير ونحو ذلك.